نروح بقى للاستاذ ايهاب الفولي. استاذ ايهاب حضرتك انا عارف ان انت مسافر. ان شاء الله. توقعاتك للقاء دوت وبعد ما شفنا مستوى الفرقتين سواء في افريقيا او في بدايه الدوري. بص يا كابتن مصر، وطبعا يعني اي حد تابع نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت يقول نادي الزمالك يكسب المباراه، يكسب السوبر. فريق الزمالك متكامل، فريق قوي، عنده مدير فني عبقري مع خبراته ومع التواجد بتاعه والانسجام بتاعه مع نادي الزمالك. بقاله دلوقتي هو داخل في ثانوي او قرب يعني يتم السنه. الزمالك عنده دوافعه كبيره جدا. الزمالك يعني بقى عنده يعني فكره التقل في الملعب. فرقه الزمالك مش داخله المباراه او ما بقتش تخش مباراه القمه بقى لها فتره كبيره جدا جدا، ما اللي هو بعدم الثقه دي اللي كانت موجوده فتره ال 10 سنين اللي قضوا كان في عدم ثقه. فدي كانت بتبقى دافع للاعيبه الاهلي قبل مباراه القمه، كان بيبقى داخل بنسبه 50 او 51 او 52% مطمن. لا، الفكره دي اتلغت. اوقات كتير ناس بتتكلم، كان الاستاذ محمد بيقول مثلا ان الاحسن تملي ممكن ما يكسب. لا، الاحسن يكسب دلوقتي. الاحسن يكسب. ممكن ما تبقاش يعني تبقى كويس وراكب الماتش طول المباراه والتوفيق يغيب عنك، لكن القاعده الاحسن يكسب. احنا شايفين، خد بالك، حق ربنا. مثلا ماتش السنه اللي فاتت 5-3 كان الاهلي احسن، كسب وكسب. طيب ماتش التعادل كان الفرقتين قريبين من بعض، يعتبر ماتش الكاس كان الزمالك احسن بكتير. بس فانت يعني اي حاجه في الدنيا بتدي المتفوق، بتدي القوي، بتدي الاجهز. فانا شايف نادي الزمالك فريق متكامل، فريق قوي جدا. شوف التدعيمات اللي دخلت على فريق الزمالك. شوف انت غايب من نادي الزمالك المباراه اللي فاتت، محمود حمدي الونش افضل مدافع في منتخب مصر، حسام عبد المجيد، الاثنين عاملين مع بعض في قلب دفاع نادي الزمالك حاله من الانسجام. الاثنين انت شلت قلب الدفاع ولعبت بمحمد عبد الغني اللي كان بيلعب في وسط الملعب وكان يعتبر نسي فكره الدفاع، لان ودخلت لعيب جديد اتمكن في وسط الملعب، وجبت مصطفى الزناري الله اكبر عليه، يعني بسم الله ما شاء الله، لعيب تحس ان هو يعني بقاله مثلا 20 سنه بيلعب في نادي الزمالك. بيلعب، لا مش مدافع، لا ده مايسترو في وسط خط دفاع نادي الزمالك، بينقل وبيستلم وبيزيد من تحت وبيلعب. لا، فرقة الزمالك داخلة المباراة، طبعا مش هكلمك على وسط الملعب بقى وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ورؤى اللي بيعيد اكتشاف نفسه. يعني رؤى ده في مباراة سيراميكا تتفرج على لمساته للكورة، لا بسم الله ما شاء الله تطور كثيرا، تقل في وسط الملعب. وبرضه فكرة إن نادي الزمالك لما تيجي بص بقى حتة العبقرية بتاعت مجلس إدارة نادي الزمالك والأستاذ مرتضى منصور لما جه في التوقيت اللي بعد ما خلص نادي الزمالك الدوري، قال لك هجدد لرؤى. الناس كلها كانت بتتكلم هنجيب مين وهندعم مين في وسط الملعب، وطارق حامد مشي. أول لعيب اتقال له هيتجدد له كان رؤى، وأنا حضرت، كنا في نادي الزمالك والأستاذ مرتضى وقف مع رؤى وقال له إحنا هنجدد عقدك، كان قبل الزمالك ما يحسم بطولة الدوري. وزمالك خد فعلا بطوله الدوري وجدد لرؤى. النهارده بتتفرج على رؤى من اهم لعيبه وسط ملعب في مصر. طبعا خط هجوم الزمالك سيف الجزيري النهارده بيبقى يعني بقى لعيب يعني متمكن، في هو مهاري ولعيب بيعرف يجيب خبرته وخط ثقته وبيصنع محطه زي كابتن جمال بيقول، محطه مهمه جدا. فانا شايف نادي الزمالك، فرقه الزمالك يعني فرقه يعني متكامله جدا.